النهارده هنعمل فراخ بالمشمش. المكونات: فيليه فراخ متقطعه مكعبات، كومبوت مشمش او هناخد بس الميه بتاعته، شويه بقدونس متقطعين، شويه زيت، ملح وفلفل، وعصير الليمون. هنجيب الاول الفراخ، نحط عليها شويه ملح وفلفل، نقلب. بعد كده نحط عصير المشمش او مية الكمبوت، شوية ليمون، نقلب شوية. نحط شوية زيت حوالي معلقة، نسيبها تتبل شوية، نحط شوية زيت على الجريل، نحط شوية بقدونس،